متتبعي قناتي الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نديروا لكم المحل ديال بيع المكياج. بغيت نوريكم يعني الحوايج اللي عندنا، واللي يعني اللي خصاتو شي حاجة وبغي يتقدم عندنا مرحبا به. كاين حويجات تبارك الله، يعني حوايج زينين. اللي بغى يشري عندنا هذا هنا، هو عندنا هذا ماسك ذهبي المشهور، يعني ماسك ديال الوجه، كميه كبيره. ها انتما تشوفوا، يعني تقدر تستعملوه شحال من خطره. عندنا هذا الماسك بالفحم، ماسك الفحم الاسود، هو اللي مشهور كذلك. عندنا الفوق هنايا ما يخص الشعر، او الشامبو اللي داير ضجه، وهو هير مايونيز، الشامبو الهير مايونيز، ومعاه الماسك ديالو، ماسك الهير مايونيز، يعني خاص بالشعر، بزيت زيتون. عندنا كذلك هنايا هاد الشيء. عندنا الفوندو تاع كوفر كوكو المشهور كذلك، واللي داير ضجه في المواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفوندو تاع كوفر كوكو معروف، يعني كيتماشى مع البشره، مع اي لون ديال البشره كيتماشى معاه. دير في شي لون ديال مثلا اسمر ولا المهم ما كيبقاش عاطي يعني على برا، المهم هو كيتماشى مع اللون ديال البشره ديالك. كيما بغات تكون البشره ديالك كيتماشى، كيولي مع لون البشره ديالك. عندنا كذلك هذا الريسيل، وهو كطدي 24 ساعه كيبقى في العينين، ما كيحيدش واخا تغسل بالماء، عندك 24 ساعه كيبقى بالماء. كذلك عندنا ستار ماسك، ستار ماسك المشهور، مشهور كذلك. هذا ستار ماسك معروف في المواقع التواصل الاجتماعي، في يوتيوب، يعني في الاماكن، يعني مشهور كذلك، بزاف كلشي كيستعملو. وكذلك هذا اللي داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي للتبييض، تبييض المناطق الحساسه، او هذه عندنا الصابونيه ديالو، هذه صابونه. وكذلك هذا كريم، هذا الكريم ديال هذا التبييض، هي وايتين كريم، في 3 ايام 3 داي وايتين، يعني 3 ايام كيبيض البشره، يعني المناطق الحساسه. عندنا كذلك هذا الحلزون، يعني منتجة الحلزون، واللي معروفة وراها يعني معروفة الآن منتجة الحلزون، وهي هذا عندنا كريم الحلزون، وهو للتبييض. هانتوما تشوفوا هذا الكريم مدعم بمكونات مرطبة ومبيضة، هذا الحلزون اللي راه داخل في التجميل، يعني في هذا في عصرنا الحالي راه. كذلك الصابونيه ديالو هذه بالكولاجين، تهي ديال خاص الحلزون، هذه بالكولاجين. وكاين عاوتاني كذلك هذا لي سيروم، السيروم ديالو ها هو السيروم ديال هذا المنتج، غني بالمكونات المرطبة والمبيضة، من الروبوتين، من أجل إخفاء الميلانين، ومن أجل الترطيب العميق للبشرة ليتركها بهية مشعة، يعني هذا كذلك. عندنا كذلك فيكتوريا، واللي عامل ضجة كذلك، هو هاد سبراي الجيل، ما يسمى بفيكتوريا، خاص بالجلد، يعني ما كيديرش حساسية للجلد، ديريه في الجلد ديالك. كاين بزاف الناس اللي ما كيبغيوش يستعملوا العطور، كيستعملوا هاد فيكتوريا، واللي فيها رائحه عجيبه ما كتحيدش واخا ديريها في الجلد ديالك، كتبقى يعني معروف هاد فيكتوريا. هيا الاخوات، بالنسبه للنساء هذا يعني شي حاجه اللي طوب ويستعملوها. عندنا لي فوريو، هادي فوريو، وهي كذلك معروفة وعاملة واحد الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوتيوب، يعني موجودة بكثرة.
تلقاها يعني هاد فوريوم ديما الناس كيستعملوها يعني الوجه، تنقية الوجه لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه. عندنا كذلك منتوجة الألويفيرا واللي مشهورة ومعروفة، كذلك منتوجة الألويفيرا للحفاظ على الجسم. عندنا الصابونة ديال الألويفيرا، عندنا فازلين ديال الألويفيرا، كاين عكر ديال الألويفيرا، هو 99% من الألويفيرا. كذلك عندنا هذا غلوس ديال الألويفيرا، كذلك هو معروف. هذا كي كيندار في الشنايف كيبقى يعني كيبقى ما حدو يزيد، هو كيعطي واحد اللون. عندنا هذا الألويفيرا، جيل الألويفيرا المعروف كذلك بزاف يعني عند الناس، ومعروف انه يصلح البشرة، الوجه يعني كاع يدير الوجه حرق الشمس. كذلك هذا سيروم الألويفيرا، عندنا سيروم الألويفيرا كذلك للشعر، هو كاين زيت صبار للشعر، وكذلك يعطي يعني لمعة للشعر، يعطي يعني يقوي الشعر. عندنا سيروم الألويفيرا للوجه، هذا انتم تشوفوا سيروم الألويفيرا للوجه، كذلك هو كيعطي واحد يعني الوجه كيحيد التجاعيد، كيحيد يعني بزاف ديال الحوايج لتنقيه الوجه. عندنا هذا دونتيفريس الألويفيرا كذلك يستعملوه الناس الاسنان. عندنا هذه المعروفه بنتنت، هذه بنتنت يعني معروفه بزاف، ويعني عندها واحد اللون كيعطي في الوجه، يعني اللي بغى يديرها مثلا للوجه كب وده يعني باش في الخدود وكي يكون في الشنايف عاوتاه هو هذا. عندنا كذلك كل ما يخص العرائس، برسليات الحنة للعروس او مرافقة ديولها، هي في الابيض، كاين في الاحمر، كاينين عندنا في الالوان، كاين في البلونكاسي، او كاين يعني في الالوان. عندنا هاد القلمات للعيون، وهادو قلمات 24 ساعة ما كيحيدش من العين. عندنا هذا المات غلوس، حتى هو مات وما كيحيدش حتى هو، عنده 24 ساعة ديال هدى بيوتي. عندنا حاجات يعني دونتيفريس ديال الفحم، دونتيفريس ذهبي، كذلك عندنا هنايا الكولاجين، كولاجين يعني سيروم كولاجين للشعر، أو سيروم بالكيراتين للشعر كذلك، يعني هذا مجرب، هذا الكولاجين وهذا الكيراتين يعني مجربين للشعر. ومرحبا باللي خصاتو شي حاجة في المحل ديالنا، مرحبا بكم هانتوما. عندنا زيت الكوك، عندنا ماء الزهر المقطر أو ماء الورد المقطر، ومرحبا اللي خصاتو شي حاجة مرحبا بيه. وما تنساوش الإخوة والأخوات باش ديروا لايك للفيديو، باش ديروا لنا اللي ما مشتركش في القناة يشترك معنا، ومرحبا بكم جميعا وشكرا لكم.